بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي التلميذات اعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في اطار سلسله الدروس التي تقدم لكم في مواد الاجتماعيات حصه اليوم متعلقه بمكون التاريخ وبالسنه الثانيه بكالوريا اداب وعلوم انسانيه وبالضبط الوحده التي سنعالجها هي النظام العالمي الجديد والقطبيه الواحده. سبق وان درستم في الوحده ما قبل السابقه وبالضبط في الوحده الاولى من المجزوءه الثانيه ان ما ميز العالم بعد الحرب العالميه الثانيه هو التوتر والانقسام في اطار نظام القطبيه الثنائيه والحرب البارده بين المعسكرين المعسكر الاشتراكي بزعامه الاتحاد السوفيتي والمعسكر الراسمالي بزعامه الولايات المتحده الامريكيه. والسؤال الذي يطرح هو لمن سيؤول هذا الصراع وما طبيعه النظام الذي سيحل محل نظام القطبيه الثنائيه؟ هذا ما ساعالجه واياكم في هذه الوحده. كما تشاهدون على الشاشة، النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة. لمعالجة هذه الوحدة سنعرج أولاً على أهداف التعلمات. لاحظوا معي على الشاشة. لدينا ثلاث أهداف، الأول يتمثل في ترصيد المعطيات التاريخية ذات علاقة بالنظام العالمي الجديد بتوظيف مفاهيم مناسبة. الثاني منهجي يتمثل في إعمال النهج التاريخي في معالجة إشكالية الوحدة وتوظيف وسائل التعبير المناسبة تاريخ المناسبة والثالث يتمثل في الوعي بالمشاكل التي تترتب عن النظام العالمي الجديد وتقدير أهمية التفاهم والتعاون لتجاوزها البناء الإشكالي لموضوع الوحدة سنؤثر هذا الموضوع تاريخيا من خلال ما يلي لاحظوا معي أولاً الزمن نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، المكان يتمثل في المجال العالمي والحدث يتمثل في بروز نظام القطبية الواحدة. سبق وأن أشرت إلى أن ما ميز العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية هو التوتر والإنقسام في إطار نظام القطبية الثنائية. هذا النظام سينهار في أواخر الثمانينيات بإنهيار الاتحاد. السوفيتي وبالتالي سيظهر نظام جديد كما اشرنا قبل قليل الا وهو النظام العالمي الجديد. من هنا نطرح السؤالين التاليين. الاول ما السياق التاريخي لظهور النظام العالمي الجديد وما خصائصه الكبرى؟ ما وسائل هيمنه القطبيه الواحده على العالم وما ردود الفعل تجاهها؟ يتضح اذا من هذه الوحده والاشكاليه المؤطره لها أنها تلامس جزءا من الإشكالية النظمة للمجزوءة ككل المجزوءة الثانية التي تعبر وتبين التحولات الكبرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى مطلع القرن الواحد والعشرين أنتقل وإياكم إلى الشاشة سنعالج هذه الإشكالية وهذا الدرس انطلاقا من مقطعين المقطع الأول يتمثل في السياق التاريخي لظهور النظام العالمي الجديد وخصائصه الكبرى. وهذا المقطع بدوره سينقسم إلى قسمين. الأول سنبدأ بالأول النشاط الأول المتمثل في السياق التاريخي لظهور النظام العالمي الجديد. سياق تاريخي لظهور النظام العالمي الجديد أشير في البداية كتوجيه منهجي. للتلاميذ والتلميذات ان معالجه هذا النشاط ممكن ان تعالجوه لانفسكم من خلال وثائق الكتاب المدرسي، من خلال بعض التوجيهات الموجوده في الكتاب المدرسي، اولها متمثل في عنوان النشاط في حد ذاته يحيلكم على طبيعه المعطيات التي ستستخلصونها. ثم كذلك في اخر المقطع او النشاط نجد توجيه منهجي يحيلكم على الحصيله المراد ان تستخلصوها المعطيات المراد ان تستخلصوها من هذا النشاط او من هذا المقطع والهدف هو ان تشتغلوا على الوثائق لاستخلاص اهم المعطيات التي تدل على ظروف ظهور النظام العالمي. الجديد ويتم تبويبها في جدول او خطاطه او اخذها على شكل عوارض هكذا فالمعطيات التي ستتوصلون اليها لا شك انها ستنسجم مع هذا الذي سنعرضه عليكم لاحظوا معي انهيار ظروف ظهور النظام العالمي الجديد تتمثل اساسا في انهيار القطب الاشتراكي بفعل عده عوامل في مقدمتها تفكك الاتحاد السوفيتي. وهنا احيلكم على هذه الخريطه، لاحظوا معي هي خريطه تمثل تفكك الاتحاد السوفيتي ولاحظوا انها تتكون من مجموعه من الدول، اكبرها روسيا ورثه الاتحاد السوفيتي، وكذلك من الجمهوريات المستقله، فمجموعة هذه الدول هو 15 دوله، ولاحظوا معي دول اوروبا الشرقيه التي سوف كذلك تكون من بين اسباب انهيار المعسكر الاشتراكي. واحيلكم على هذه الخريطه فهي موجوده عندكم في الكتاب المدرسي لكي تتفحصوها بشكل دقيق. فتفكك اعود الى الشاشه، تفكك الاتحاد السوفيتي جاء او كان نتيجه عده اسباب منها الانهيار الاقتصادي امام الطابع العسكري المفرط ثم فشل الإصلاحات الداخلية التي اتخذها الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والمعروفة بالبريسترويكا والكلاسنوست وأحيلكم كذلك على هذه الإصلاحات في الكتاب المدرسي وستجدون أنها هي إصلاحات ذات طابع اقتصادي وطابع ديمقراطي السبب الثاني يتمثل في تفكك الأنظمة الاشتراكية بأوروبا الشرقية وتحولها نحو النظام الديمقراطي الليبرالي وهي الدول التي سبقت الإشارة إليها في الخريطة وكذلك هذا الموضوع درستموه في مادة الجغرافيا بالضبط في الاتحاد الأوروبي لأن هذه الدول معظمها سينضم إلى الاتحاد سنة 2004 ثم سنعود لتتمة هذه العوامل عامل آخر وأخير من بين العوامل التي أتينا بها بطبع الحال يتمثل في انهيار جدار برلين سنة تسعة و وتسع و ألف وتوحيد الألمانيتين سنة 90 و مئة ألف لاحظوا معي هاتين الوثيقتين نبدأ أولا بالصورة التي تعبر عن سقوط جدار برلين سنة 89 و وتسع هذا الجدار الذي يعتبر كما رايت في الدرس السابق احدى الازمات التي عاشها القطبين وهي في ما يعرف بازمه برلين الثانيه عندما بني هذا الحائط سنه 1961 و1000 الوثيقه الثانيه لاحظوا معي الخريطه فهي تمثل خريطه المانيا الجزء الملون بالازرق يمثل المانيا الراسماليه سابقا والاحمر يمثل المانيا الاشتراكيه وداخل الحيز الاشتراكي السوفيتي توجد مدينه برلين التي هي الاخرى قسمت الى قسمين في اطار الحرب الباردة وهذه ألمانيا في هذه السنة تسعين 90 وتسعمائة ألف سوف تتوحد من جديد بعدما تم تقسيمها سنة تسعة وأربعين وتسعمائة ألف في إطار الحرب الباردة أعود إلى الشاشة إذا كخلاصة لما أشرنا إليه لاحظوا معي هنا في الأسفل فبانهيار القطب الاشتراكي انهار نظام القطبية الثنائية ليشهد العالم بدايه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد فما ملامح ومظاهر وخصائص هذا النظام العالمي الجديد هذا ما سنراه في النشاط الثاني لاحظوا معي النشاط الثاني عنوناه بخصائص وملامح النظام العالمي الجديد، مره اخرى اوجه عنايتكم لتفحص ومعالجه الوثائق الموجوده في الكتاب المدرسي لاستخلاص اهم المعطيات التي تدل على ملامح وخصائص نظام العالمي الجديد والتي منها كما تشاهدون. اولا انفراد الولايات المتحده الامريكيه بقياده العالم وفرض هيمنتها الاقتصاديه والسياسيه و العسكرية تحول دول أوروبا الشرقية نحو اقتصاد السوق الدول التي سبقت الإشارة إليها تصارع التغيرات الدولية من بينها بروز تكتلات اقتصادية قوية كالاتحاد الأوروبي بروز اليابان كعملاق اقتصادي كما رأيتم في درس الجغرافية بروز الصين كدولة صاعدة كما سترون كذلك في دروس الجغرافية ثم تنامي ظاهرة العولمة وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على العالم وهذا العامل كذلك درستموه في ماده الجغرافيا في المجزوء الاولى وفي المحور الاول بالضبط كل الدروس بدروس هذا المحور تدل على ظاهره العولمه وانتشار ظاهره العولمه ومدى سيطره الشركات المتعدده الجنسيات خاصه الامريكيه منها ثم اخيرا تفاقم المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه بدول الجنوب، إذن هذه بعض ملامح النظام العالمي الجديد المتمثلة حال في هذا النشاط. سننتقل وإياكم إلى المقطع الموالي حيث سنعالج وسائل هيمنة القطبية الواحدة على العالم وردود الفعل تجاهها. لاحظوا معي الشاشة كذلك. هذا المقطع سيقسم إلى قسمين، النشاط الأول وسائل هيمنة نظام القطبية الواحدة، لاحظوا معي الشاشة، هناك ثلاث وسائل أساسية، منها ما هو عسكري، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سياسي ودبلوماسي. لاحظوا معي هذه الخريطة وهي موجودة في الكتاب المدرسي، تبين هيمنة أو الهيمنة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على العالم. لاحظوا معي في البداية المفتاح يمثل الهيمنة الاقتصادية تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جزءا من موطن الشركات المتعددة الجنسيات ثم لاحظوا معي هذه الأسهم التي تمثل الاستثمارات الامريكيه في الخارج وهي استثمارات يعني متعدده في مختلف مناطق العالم كما درستم في ماده الجغرافيه، ثم كذلك هذا الاطار الذي يمثل معاهده التبادل الحر لدول امريكا الشماليه وهي اكبر تكتل اقتصادي وهو اكبر تكتل اقتصادي في العالم كما رايتم في دروس الجغرافيه كذلك. هذا بالنسبه للهيمنه الاقتصاديه بعض وسائلها، الان لاحظوا معي في الشق الثاني الهيمنه العسكريه وتتمثل في وجود دول ترتبط بمعاهدات عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه كما يبين اللون البنفسجي، العديد من دول العالم، ثم لاحظوا معي كذلك هذا الاسطول الذي يبين الاسطول الامريكي كيف انه ينتشر في معظم مناطق العالم. واخيرا لاحظوا معي قواعد عسكريه امريكيه فهي تنتشر كذلك في معظم مناطق العالم سواء في المحيطات والبحار وغيرها إذا هذه الخريطة تدل على الهيمنة الاقتصادية والعسكرية بعض العناصر الآن سنعود إلى الشاشة ونرى الهيمنة السياسية والدبلوماسية، لاحظوا معي أنها تتمثل في سحب التمثيل الدبلوماسي من بعض الدول وكذلك التحكم في قرارات هيئة الأمم. المتحدة إذا هذا جزء من الوسائل التي تبين هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم ولا زالت إلى يومنا هذا لا زلتم تشاهدون يعني هذه الوسائل وكيفية الهيمنة الأمريكية على العالم هذه الهيمنة لا بد أن تكون لها ردود فعل هذا ما سأراه واياكم في النشاط الثاني، لاحظوا معي الذي عنوناه بردود الفعل تجاه هيمنه القطبيه الواحده. وردود الفعل متعدده وكثيره جدا نعرض فيها الاتي: مثلا تزايد روح العداء والكراهيه ضد الولايات المتحده الامريكيه سواء من دول الجنوب الدول الضعيفه او دول الشمال في حد ذاتها. كذلك بروز تكتلات إقليمية وجهوية كذلك مطالبة دول العالم الثالث بنظام عالمي عادل كذلك تزايد أعباء هيئة الأمم المتحدة بفعل التوترات الدولية لأن انهيار المعسكر الاشتراكي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم أدى إلى ظهور توترات عديدة في العديد من مناطق العالم كذلك هناك مطالبة بعض الدول بحقها في الفيتو خاصة ألمانيا واليابان الذي يعتبر عملاقا اقتصاديا وفي الأخير نشير إلى ظهور جمعيات ومنظمات غير حكومية مناهضة للعولمة إذن هذه فقط بعض يعني الردود التي ذكرناها وردود كثيرة جدا كذلك احيلكم الى الكتب المدرسية التي تتوفر وتتواجد لديكم ستستخلصون منها مختلف ردود فعل تجاه الهيمنة الامريكية وكخلاصه لهذا الدرس فبعد انهيار نظام القطبيه الثنائيه دخل العالم مرحله جديده في اطار النظام العالمي الجديد والقطبيه الوحيده تميزت بالهيمنه والسيطره الامريكيه على العالم وما ترتب عن ذلك من ردود فعل تجاهها. وكذلك أحيلكم على هذه المفاهيم التي تشاهدونها أمامكم هي النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة فهي بمثابة المفاهيم المركزية في هذا الموضوع بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة وموعدنا يتجدد إن شاء الله غدا في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته